بالنسبة لكم إذا نجحتم في انتخابات رمادة، الأولوية القصوى هو إعادة الاعتبار لمهنة المحاماة من خلال إعادة طلب أو مطالبة بإعادة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في إطار دعم تواجد المحامين في تركيبته. هذا هو الأول. نعم. هذه نعم. به فما مسألة صلاحيات حصانة ما ترفع كان بقرار مسألة. نعم. المسألة الثانية جبتها سيادتك زادها موضوع السمسرة. موضوع السمسرة تقريبا أيضا موضوع مرهق بالنسبة للمحامين، خصوصا أمام ضعف المجالس التأديبية. وطرحت هذه عديد المرات، موضوع السمسرة كيفاش تنظروا له؟ في تصوري ما احناش باش نستناو السلطة تمشي معنا في تعديل المرسوم من عدم ذلك. عندنا نظام داخلي لازم نعدلوه. النظام الداخلي في برشا عديد الأشياء لازم نمشوا فيها. أولاً لازم نقسموا الصلاحيات والسلطة. مجلس الهيئة يختص بالنظر بالعلاقة مع السلطة القضائية ومع السلطة التنفيذية والتشريعية. نعملوا مجلس للتوزيع العادل للعمل. وللتأديب، خاطر مربوط ببعضه. اذا انسان تمنعه من العمل وتجوع تخليه بالطبيعه مش يمشي للسمسر ولا للفساد. وفر الارضيه الدنيا، شو محامي يقعد 10 سنين ما ينجم يخدم حتى مؤسسه عموميه او بنكيه او شركه تامين؟ معقول هذا؟ لازم الهيئه ترمي ديها. عندنا امر اصدر في عهد الترويكا ينظم ما سمي بالصفقات العموميه، وصنف المحامين كانهم كان مقاولات او شركه تجاريه. هذا الامر يلزم تجاوزه بكل الطرق الممكنه. وعندنا كذلك بالنسبه للاستثمار، عندنا الصندوق والضمان الاجتماعي. صندوق التقاعد والحيط. صندوق التقاعد لازم نعمله مجلس يهتم بالاستثمار وصندوق التقاعد. لان احنا بالنسبه لنا تعرف الامتيازات في البلاد خلف المرتبات وكذا، السلطه تعطي اراضي العفاش، عقارات، تعطي اراضي فلاحيه للوداديات تتحول الى اراضي سكنيه وما الى ذلك من الامتيازات العينيه. هذه لازم ناخذ منها جزء، خاصه احنا متضررين عبر عقود. وهذا شكون مش يصرف عليه؟ مش يصرف عليه صندوق هذاك يتسير المشروع، لكن ثم خطوط عريضه يرسمها المجلس الاستثمار. مجلس الاستثمار تو العقل نتاع المحامي بالعلاقه بالسلطه القضائيه وشيء، وعقل محامي نتاع الاستثمار شيء اخر. ثم محامين ينجموا يقدروا على الاستثمار، لازم يهتموا بالمساله هذه. طبعا الفلوس نحطوا فيها في البنوك 1 و2 و3%، معناها مش نجموا يوفر لنا العدد. دونك هذا هو تقريبا اقتراحك، اقتراح سيادتك في برنامج الانتخاب نتاعك اللي يخص ثلاثه هياكل المركزيه داخل خدمات المحامين، اللي هما التقاعد والحيطه نتاع المحامي، الاستثمار والتاديب والعمل والتوزيع العادل والاصلاح في مجلس الهيئه. لازم نعملوا فريق رابع اللي يقوم بالمراقبه. ما نستناوش احنا هيئه تتخذ قرارات مش في بلاصتها. عندنا بنايه تكلفت بالمليارات وطلعت من غير رخصه، يلزم مراقبه مباشره. فرع مش يتبع فلان الفلاني خاطر عنده بيه عداوه ولا عنده كذا، يتدخل المراقبه، واللي تاخير في تسعيره واللي غض نظر عن سمسره وما الى ذلك، يلزم مراقبه مباشره. ويشعروا مجلس الهيئه والعميد والمحامين لما لا يعملوا بيان كل اسبوع. وهذا يتم كله بالانتخاب ولا بتعيين، معناه باشراف مباشر ولا بتعيين مباشر؟ لا، احنا لازم نمشيو لجلسه عامه خارقه العاده. انا من العهد الاخير الفتره هذه قلت راه باش انتم عندكم موقف مغاير، راه مساله رزينه يلزم الجلسه العامه تحمل مسؤوليتها. ثم خطوط هي اللي تطرح عليها هذه الملفات الكبرى وهي اللي تاخذ فيها القرار. هو راه العقل الجماعي ديما اقوى. العقل الجماعي مهما كانت، معناها كو شفت احنا في المحاماة ونخموا في الصندوق شكون باش يسيروا، خلي من تسيير دولة وشي موقفنا منها، معناها نعرفوا المسائل كلها منطق.